على الرايت
يقول لي كمان شويه اللور اند بتاع الديسندنج كولوم تلمس السوبر سبيس اللور اند الديسندنج كولوم هي بدايه سيجمويد كول نفس الكلام. يعني اذا كنت هقول انتستن وانتستن وميزنتري وميزنتري يبقى هتقول سكند بارت اوف ديودنم في اليمين فورست بارت اوف ديودنم في الشمال على السواس الشمال. واذا كنت هقول روت اوف ميزنتري في سوبيريو ميزنتري فيسلس على اليمين هقول السيجمويد كولوم والسيجمويد ميزو كولوم في الشمال ومعاهم اللور اند بتاعت الديسندنج كولوم هو بيقلب سيجمويد قدامها بالظبط موجوده الجنكشن ما بين الديسندنج كولوم والسيجمويد كولوم قدامها مباشره. طبعا الاثنين عليهم كويل سوبجيشن وهي من غير كلام لان السواس دي موجوده من اول لاست راسك برتبرا لاخر الحوض يبقى الكويل سوبجيشن فوق والكويل سوبجيشن تحت مغطيه الاثنين صح ولا لا؟ طبعا كل الكتاب مش ذاكرهم معناها هم مش موجودين لا انت ما تفتح بطن بني ادم قبل ما تشوف السواس لازم تشيل الانتستين يعني محسوب من الانتيريور ليفت. قولوا لي بقى مين الفيسلز اللي بتعدي على اليمين ومين الفيسلز اللي بتعدي على الشمال من الصوره دي؟ ده مين ده؟ رايت اوريك وده هيليو اوريك لازم يعدوا على الصوص اليمين. انت في الكورس بتاعهم قلتها انت لما كنت بتشرح الرايت اوريك والهيليو اوريك كنت بتقول لي ماشيين ورا البريتونيوم بوستيريور ابدومينال وول تو ذا رايت كروسنج رايت سواس ميجور باسل يعني ازاي مش عارف لا وزمايلهم الشمال الابر والليفت كوليكس الاثنين معديين على السواس الشمال هو برضه مش ايه؟ انزل لتحت شويه بقى هيعدي على اليمين تيرمينال ايليا ومعاه سيكا ده هو ما ذكرش حكايه سيكا في الكتاب خالص واحنا بانين عليها علامه لما الابندكس التهم يكون ريترو سيكا سواس سايك العلامه اسمها كده في دماغها سواس سايك العيان هيبقى في وضع فليكشن وميديال روتيشن غصب عن عين لان العضله ده في سباس من الابندكس اللي وراها يعني انت حقهم مين كمان في الريليشنز؟ ابندكس اف ريترو سيكا يبقى على السواس ميزور اليمين يبقى هتقول له تيرمينال ايليا وسيكا وابندكس هنا بيلي فمش هيجي عليها انما لو الابندكس ريترو سيكا ما بقاش يعني فاكثر من 60% من الناس هيجي على الرايت سواس ميزور مصر فدول يتقال هو في الكتاب كتب تيرمينال ايليا وبس وما ذكرش سيكا ولا ابندكس لو ريترو سيكا لا يتقال ده يعني من الناحيه الكلينيكيه يعتبر من اهم الريليشنز للسواس ميجور اليمين الابندكس بوضع الريتروسيكال ابندسايتس انا هيترتب عليها اقتراح من شرف ثابت علامه اسمها سواس سايت ماليش دعوه بكده ماليش دعوه اللي هيعدي على الرايت سواس سكند بارت اوف ديودينام اللي هيعدي علينا من هنا سكند بارت بدايه السكند بارت طبعا بس السكند بارت هيعدي الاول على الكور من الايبر والاورد انما لازم يكون سكند بارت هو اللي قدام الهايبر متذكر إذا كنت بقول الرينال فيسلز قدام السواس ميجور يبقى اللي قدام الرينال فيسلز هو اللي على السواس ميجور اللي هو هيكون مين طبعا؟ سكند بارت ديودا بقى السيرد بارت في بدايته هيعدي على الانفيريور جلاتيبا وانا هقول دلوقتي الانفيريور جلاتيبا على حرف السواس ميجور هيعدي قدام هبر بس يعني الاول بقى ده اللي يتقال وده اللي يتقال ده هيبقى مغطي الفيسلز قبل ما يغطي السواس والحروف حروف السواس خلاص يا شباب بس لازم تضيفوا عندكم الروت اوف ميزنتري وفي سوبيريو ميزنتري فيسلز والرايت كوليك والايليو كوليك في اليمين وفي الشمال السيجمويد ميزو كولوم وتضيف كل الحتت دي كويرس اوف جي جي نام انتيريا في كل اتجاه من فوق لتحت. كده في مشكله في الانتيريور ريليشنز دول بتوع الابن والبنت. انما واحنا داخلين الصاير مين هيبقى قدام السوس ميجور؟ الرباط الابيض ده. الواينال ليجاند هيعدي قدامها وهي بتسيب الابن عشان تروح هي بتسيب الابن والبنت عشان تروح للطرف. طبعا الريليشنز في الصايمه تمناش هي السنه اللي فاتت لما بندخل الفيمورال تراينجل سواس ميجو بيبقى ميديا لها بكتينيس مصر ولاترا لها الياكس مصر وبينهم الفيمورال نيرف وراها الهيب جوينت وقدامها الفيمورال ارتر في الفيمورال شيست تمناش يعني احنا ناخد الريليشنز بتاعت ابدومين وبلفس بس في اللور ماليش دعوه يعني انتوا اخركم انجواينال ليجامنت اخر انتيريور ريليشن في الابدومين وبلفس انجواينال ليجامنت ودي لها تطبيق كلينيكي هقوله دلوقتي. تعالوا بقى للبوستيريور ريليشنز، ايه اللي هيكون وراها؟ طبعا ايه اللي هيكون ورا منها؟ دي مين دي يا شباب المربع اللي بره دي؟ المربعه القطنيه كوادريتس لامبورم مصر، دي هتتقال مرتين. الاورج بتاعها ورا السواس ميجر، وهي كلها بعد كده اللاترال ريليشنز في السواس ميجر. يعني يقول لك ايه بقى؟ ميديال مارجن كوادريتس لامبورم. الحرف الميديا اللي عمل الكوادريتس هقولها بعدين مستخبي ورا السورس انما بقيه الكوادريتس كلها تتقال لاترال ريليشن تو سورس بي هتتقال مرتين بدايتها
هم راكبين العربات. طبعا لما ده مش ويان هيلف على الفقره، يبقى قبل ما يلف هيبقى ميديان للعضله، ولما يلف ويمشي ورا العضلات هيتحسب بوستيريور ريليشن. يعني الاربع ارتكس مره في الميديان ريليشنز ومره في البوستيريور ريليشن. وهم خارجين من الاورطه هيبقوا ميديان ريليشن جنب العضله باينين، ولما يعدوا تحت التندنس ارشز هيبقوا بوستيريور ريليشنز للعضله. تمام يا شباب؟ في حاجه بقى مش هنقدر نقولها لكم بس محسوبه بوستيريور ريليشن، وهي مش صح، مش بوستيريور ريليشن، ده جوه العضله. في شبكه عصبيه مستخبيه جوه العضله نفسها، شايف؟ يعني شايف العضله دي؟ لو قطعتها هتلاقي كل الاعصاب دي موجوده جواها، دي اللي اسمها لامبر بليكسس، دي امبيدد في البوستيريور بارت اوف ذا ماسل، انما مش بوستيريور ريليشن. ايوه احنا كنا ماشيين زي ما الكتاب كان تحت عنوان بوستيريور ريليشنز، بس هتكتب زي ما هو كاتب برضه عشان يبقى صلح غلط. هي امبيدد في البوستيريور بارت اوف سوس ميت، مغروسه جوه لحم العضله، وانا نبهت على دي قبل كده. اللي بيجي يفتح على كليا بيقطع بالعرض عشان ما يقطعش الاعصاب، وما بيقطعش سوس ميت، بيقطع كوادريكس وترانسفيرس بالعرض كده بين العصبين دول. انما ما اقدرش اقطع سوس لان جواها شبكه عصبيه اللي واحد اثنين ثلاثه اربعه لمبر بليكسس، ما اقدرش اقطع لمبر بليكسس. ايه ده؟ النص اللي مكتوب ايه؟ النص اللي مكتوب ايه؟ يعني فصلهم عن بعض ولا كاتب جملة واحدة؟ كاتب البوستيريور ريليشنز لمبر نيرف سويتش فورم لمبر بليكس. الأعصاب لما بتطلع اللي هيعمل لمبر بليكس فنترال ريماي ولا دورسال ريماي؟ فنترال ريماي، يعني طالعين من قدام ولا من ورا؟ العضلة بتطلع منين في العمود الفقري؟ من الجناب، يبقى الاعصاب دي هترجع لازم تغرس نفسها في العضله. مش اللمبر بليكسس معموله فنترال ريماي، يبقى الفنترال ريماي وهي طالعه مش هتلاقي نفسها حره، العضله قافله الطريق، هم هيدخلوا العضله ويعملوا شبكه جوه لمبر بليكسس كلها جوه العضله من اول ما بتبقى اعصاب. هو عاد فيك قادر يشوف عصب من دول باين هنا في الجناب، الاعصاب كلهم في لحم العضله دلوقتي اهو. لو كان الكلام صح هتشوف الاعصاب ماشيه في القنوات دي وداخل العضله، لا هم من جوه بيدخلوا العضله. يعني الاعصاب لمبر بليكسس الاثنين امبيدد في البوستيريور بارت بتاع سوس ميزور مصر. هما الاثنين في البصل البنترا ريماي والبليكسس الاثنين جوه العضله، الاثنين جوه العضله. يعني كده كده وبعدين يا شباب خلاص كده خلصنا من البوستيريور بليكسس بتاع العضله، فاضل حاجه واحده بس دو ترانسفيرس بروسيسز اوف لامبر اللي هي طالعه منه اللي هي واخده اوريجن منه العضله امبارح كانت واخده اوريجن من الانتيريور سيرفيس واللور بوردر بتوع اللامبر ترانسفيرس بروسيسز اللي بيطلع ما بينهم الاعصاب. يعني ما دام الاوريجن بتاعها قدام الاعصاب يبقى الاعصاب اول ما هتتحرك هتدخل العضله والشبكه جوه العضله اللامبر بليكسس جوه العضله الشبكه كلها جوه العضله. خلاص يا شباب؟ لا ترابيريشنز اه ده الاهم بقى. بصوا انا عايز اقول لا ترابيريشنز كمان في الابدومين لا ترى لها حاجه وفي البلكس هيبقى لا لها حاجات وبين الاثنين حاجه. عضله كوادريتس لامبورم هتبقى لا ترى لها في المستقبل ابدومين لامبورم. بعد كده ايليا كريست هو مألوف بس لازم يتقال وتحت ايليا كريست العضله دي ايليا كاس مصر. يعني هنقول لا ترابيريشنز ازاي؟ جنب الابر بارت اوف ذا ماسل هيبقى لا ترى لها كوادريتس لامبورم وجنب اللور بارت اوف ذا ماسل هتبقى اياك وغير الاثنين الايليا كريست. وبعد كده هقول لك بقى الاعصاب اللي هتظهر في الحته دي. يعني الترتيب كده لو هتعد من فوق هتقول لي ايه؟ كوادريكاس لامبورا ماسل ايليا كريست ايليا كاس ماسل. تعالوا بقى عدوا لي الاعصاب اللي هتطلع لاترال لها وبالترتيب من فوق لتحت بقى هتلاقي مين الاول؟ ايوه لا ما حدش هيعد السبكوست. ليه ما تعدليش السبكوست ده؟ مش هتعمل فوق خالص. بص شويه عشان هو تحت اللاترال اركوت ليجن وهي مغلفه بالميديا اركوت ليجن ما تحسبش السبكوستا ليرب. السبكوستا ليرب بره فيها ده ده هيبقى اللاترال اركوت ليجن وده هيبقى الميديا. هقوله دلوقتي هنقوله في الدايجرام دلوقتي اللي يعدي تحت اللاترال اركوت ليجن ما يتحسبش لاترال ليشن تو سوس ميجر. تمام؟ انما مين هيحسبه بقى لاترال؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه عد بقى. اللي واحد طبعا الناس عارفه
so questo è da tip 9. Sai? Tip 9, F plus, spoiler nero. Io mi ha detto il luogo di coppia a sabine, cioè non mi ha detto il luogo. Il vestri, il luogo in guai. Però in hai cibo iria cres, mi dà il frigo in canale, ma il luogo in guai. Non mi ha detto il luogo, il vestri. والاثنين دول اللي كان الاثنين حلوة مين بقى قوم الترتيب على طول عشان كده نضبط الترتيب لا الكوتينيا اثنين او اختصار اللي قاعد تحت الانتيريو سوبيريو ايريا سباين قاعد يلعب جاست ميديان تو انتيريو سوبيريو ايريا سباين تحت اللاترال اند اوف الجوينا لينا بعد كده ادخل عصب في اللمبر بليكسس اللي اسمه فيمورال هو كده تقريبا كاتب الفيمورال واللاترال كوتينيس لا هترتبهم من فوق لتحت صح عصب الواحد ايوه هيبقى في كل يوم جوين بعد على طول لا ترى كل الناس سيرف اختصار بعده زي ما قلنا ادخل عصب في الدم كومبلكس هو اللي هو المصري وده بيبقى في الظروف اللي بين عضله الكيل وعضله ايه؟ بين السواسميلو والالياس تمام؟ طب ادي الاعصاب اللي موجوده لا ترى لها والعضلات اللي موجوده لا ترى لها يبقى كده الحاجات اللي لا ترى لها انت خلاص مين اللي قدامها ده؟ جينيتو فيمورال نيرف احنا بنسالكم ايه الليفل اللي بيطلع فيه من العضله؟ ده بيطلع عند ايه اللي كام؟ ده بيطلع عند ال 3 ال 3 دي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جينيتو فيمورال ليدز واز ميجر اوبوزيت ال 3 يطلع اوبوزيت ال 3 جينيتو فيمورال نيرف عشان كده ما كانش يتقال في البوستيريور ريليشنز ذا كيدني لان الكيدني هتطلع كام رسمي؟ اللي هو عنده ده كيدني ال 3 وهو بيطلع عند ال 3 ما بيجيش ورا الكيدني تحت الكيدني مباشره يعني بيبقى اللي هو عنده ده كيدني في الليفل ده هو بيظهر تحت الكيدني مش ورا الكيدني جينيتو فيمورال نيرف انما ده مين بيعدي عليه؟ جينيتو فيمورال يوريتر واليوريتر لو في ستون بيعمل سبازم على العصب يحصل كريماستريك ريفلكس والتستس في ناحيه الحصوه تترفع لفوق تمام ماشي كفايه عليها كده طبعا دي صوره ثانيه من طريق الاعصاب اللي طالعه على سبوستا ماليش دعوه بيه ايوه هاي باستريك ايوه ايوه انا لازم اشتري اثنين مختصاي في مرتب وقدامها جيتو في مرتب دي لو موجوده حتى صور ماينور هتتحس في الانتيريور ريليشن ايه بقى اللي جه لها يا شباب؟ اهم ميديا ريليشن اهي السلسله دي سيمباتيتيك تشين دي اهم ميديا ريليشن لصور ميجور مصر انما لو انا حطيت الانفيرير بنتيبه بالكامل والاورطه بالكامل يبقى الانفيرير بنتيبه على ميديا الكوبر بتاع انهي صوص؟ والاورطه على ميديا الكوبر بتاع انهي صوص اللي شلناها من الصوره دي؟ ليه؟ يبقى هيبقى ميديا للرايت صوص انفيرير بنتيبه وراه سيمباثيتيك تشين ولو هيبقى ميديا للليفت صوص ابدومين الاورطه وراه سيمباثيتيك تشين دول اهم ريليشن بعد كده فاكرين بقى الامبر ارتس اللي كانوا هنا وهنا يتحسبوا في الميديا ريليشنز ماشي يا ولاد لو دخلنا الحوض يبقى ايه اللي ميديا لها؟ احنا شلنا من هنا الاكسترنال ايديا بارت حوريكم في الصوره اللي فاتت شايفين؟ الاكسترنال ايديا بارتري والاكسترنال ايديا فين يعني الاكسترنال ايديا فيسلز ميديا للسواس ميجور عند البيلدنج بريم عند مدخل الحوض تحتهم في عصبين من اهم اعصاب الاناتومي العصب ده ادخل عصب في الاناتومي يا شباب او سياتيك ديب او سياتيك لامبو سيكال ترانك ادخل عصب في الاناتومي كله لامبو سيكال ترانك اتحاد اللامبر بلكسس مع السيكال بلكسس اللي بيجي منه سياتيك نيرف وديودين دم نيرف وحاجات ثانيه كتيره بعد كده سوبيريور جلوتير وهكذا تمام تحت مين معروف في صوره انا جايبها لكم شوفوا العصبين مع بعض اهو شايفين بقى يا شباب ده مين اللي هيطلع دكتوريت الفورم ده؟ دكتوريت الريد صور سميته واليكس في الحته دي اللي مرسومه دي اليكس وصور شلناها عشان نشوف ده كان بيعمل ايه جلاد دكتوريتور نيرف انما الكبير ده عارفين مين ده؟ ده لامبو سكرال ترانك اهو اخر لمبر مع اول سكر لامبو سكرال ترانك تمام دول هيتحسبوا مين جاي ده الاكشن بتاع قوم بقى هنكتب حته كلينيكال مهمه بقى يا شباب سورس ابسس ايه هو السورس ده؟ مش انتوا قلتوا السورس دي متغلفه من فاشيه اسمها سورس فاشيه ماسكه فين فوق ماسكه فين تحت ماسكه فين ميديا وماسكه فين لاترال فوق يعني طلع تيكن وتبقى الميديا ارفت ليجا وده هيدي اوريجن للدايفرام تحت بلند مع الاوستيام عن ليسا بروكانتر وفي ما بتلحم في الاوستيام عن ليسا بروكانتر هو نهايه العضله طب ميديا ريجولاترال ما
ميديالي بتلحم في البادس والانتر بتبقى ديسك بتوع الاخر بتلحم يعني بتلحم مع البريوستا بتاع الفقرات. طب لاترالي بتكمل مع الفاشيا الياتا ومع الفاشيا اللي كبر كوادريتس لامبورا يعني بتلحم في كل اللي حواليها فوق وتحت يمين ميديال ولا تمام؟ هي جزء من الفاشيا مين دي؟ بتكمل بعد اللي على الكوادريتس لامبورا مع فاشيا ترانسفيرساس. خدوا بالكم بس يا شباب المفروض انهم نبهوكم في البدايه خالص ان كل الفاشيا اللي في الابدون حاجه واحده بس انت بتغير اسمها حسب يقع فيه على مين. اللي بتلزق في السطح السفلي للدايفرام تبقى دايفراماتيك فاشيا واللي تيجي على السوس تبقى سوس فاشيا ولما تخلص السوس وتيجي على الكوادريتس تبقى كوادريتس فاشيا واللي تيجي على الترانسفيرس بعدها تبقى ترانسفيرس واللي تيجي على الياكس فاشيا الياكس انما هم كلهم حاجه واحده كلهم حاجه واحده تمام. المهم ايه الاصفر اللي انت شايفه ده؟ في مره حاجه السلسله جايه في الفاصوليا بوكس ديسيز. ايه بوكس ديسيز؟ تي بي فيرتيبري سول فترات مرض السول ده بيسببه ميكروب بيوصل عن طريق النفس الى الرئه. انما الميكروب ليه كذا مدخل في الجسم هتعرفوهم السنه الجايه مش ضروري يبقى رئه يعني هو العادي انكم فاهمين السل مرض رئه ايوه ده درجه اولى يعني انما هو بيجي في العظم بيجي في الجلد بيجي في اللوز بيجي في الغدد الليمفاويه بيجي في الكليه بيجي مطرح ما يعجبه ما دام عرف يوصل للدم في اسلوب يوصله للدم هتعرفه السنه الجايه ان شاء الله يعني حتى لو بدات السل في الرئه والبؤره كبرت شويه وقربت فرع من فروع البلمونري ارتري كبيره صغير يبقى الميكروب دخل الدم ومنه يوصل لاي حته هو عايزها في الجسم. اكتر حته فيها دم في الهيكل العظمي الفقرات. فبيجي تي بي سباين تي بي فيرتبري يعني. لما يجي تي بي في الفيرتبري بيعمل حاجه اسمها كازيشن نيكروز هتقولها السنه الجايه. يعني ايه كازيشن نيكروز؟ نوع من تحلل الانسجه مصحوب بماده صفراء تشبه الجبنه المنفوخه. الكازين شيز يعني. الكازين شيز دي اللي هي الجبنه النسبي يعني الجبنه المثلثات. كازيشن نيكروز يعني واخد لون الجبن المسمى كازيشن نيكروز ده يقولوا عليه لما تفتح يتهيألك ان ده خراج من الصفار اللي انت شايفه ان ده خراج انما الخراج حسب ما هتفهموا السنه الجايه ليه خمس علامات منها ريدنس وهوبس انه يكون حواليه النسيج احمر ملتهب وهو سخن دول معلومتين اساسيتين في الخراج يعني الخراج ده لا حواليه ريدنس ولا هو هوبس فساعات يقولوا عليه ايه؟ كولد ابسس كولد ابسس يعني واخد لون الفرار وانتفاخه الفرار بس لا حواليه حمار في النسيج مفيش التهاب حواليه ولا سكر كولد ابسس ده يسموه ايه ده بقى؟ سوس ابسس ليه سوس ابسس؟ هو طبعا الفرار كان فين؟ في الفقرات وصرع تحت الفاشيا اللي ماسكه مش انت قلت الفاشيا دي ميديا اللي ماسكه في البطس بتاع الفيرتيبري واللي انت بتكبر ديسك يبقى كل ما يتحلل جزء من الفقرات يمشي على شكل صديد تحت السوس فاشيا ويقف في الاخر فين؟ عند الليزر تروكات فتبدا انتفاخه في بطن العيان وتقف عند الانجوينا ليجا وتظهر انتفاخه ثانيه في الفيمورال تريانجل في الصدر. ليه؟ الانجوينا ليجا هو اللي فصل الخراج للخراجين. يعني كان في انتفاخه كبيره تبان في البطن وبعد كده الانجوينا ليجا منع انها تبان وبعد كده ترجع تبان في الفيمورال تريانجل في الصدر ويحصل منهم كروس فلكتويشن. هتسمعوا بقى السنه الجايه بس هو كاتبها ايه هي كروس فلكتويشن؟ كروس فلكتويشن انك تدوس على اول الشيء فينتفخ الجزء الاخر منه. كروس فلكتويشن معناها ان الاثنين حاجه واحده. معناها ان ده هو ده يعني مش اللي في البطن حاجه واللي في الفخذ حاجه هما الاثنين نفس الحاجه. فلو دوست على اللي في الفخذ ينزل واللي في البطن يعلى ولو دوست على اللي في البطن ينزل واللي في الفخذ يعلى يبقوا الاثنين حاجه واحده. دي اسمها كروس فلكتويشن كلمه فلكتويشن يعني تقرب. ماشي يا ولاد؟ عرفتوا ايه هو سوس ابسس؟ شوف بقى اهو في واحد بيفتحوه بسوس ابسس ده احنا فاتحين الباب لما كان السوس كل الاصفر اللي انت شايفه ده الكيسياس ماتيريال اللي كانت جايه من العمود الفقري يعني كل دي كانت ايه؟ فترات تحللت بقت كيسياس ماتيريال صفرا. لا القصه بقى في العظام مالكش دعوه بيها سيب كوريتس لمبورا دلوقتي انا هدخل بقى في الاهم ضيق في عضله الحجاب يعني ايه
بنشيم الحق السوري زي البيهقنين. انما في الحاجات الدواجن التاجينه دي مفيش. يعني هو كاركترستيك او بلاسنتاليا كل اللي ليهم نشيم الحق السوري في المشبوهات هم اللي عندهم بايفرام، لانه اغلب دول بيقعوا عكس الجاذبيه. فلازم يبقى في انفصال ما بين الصدر والبطن. هو عباره عن عضله وصلها تندن، فيقولوا ايه؟ ماسكلو تندنس بارتيشن. بارتيشن يعني حاجز ما بين الثلاثي الكافيتي والابدوميال كافيتي. وليه قبتين رايت دوم او بيقولوا رايت كوبيلا وليفت دوم ليفت كوبيلا، وتبقى الرايت اعلى من الليفت عشان تحتها رايت دوم ذا ريفر، ورايت دوم ذا ريفر حجمه اكبر بكتير من الليفت دوم. طبعا مش هنقعد نتدقق في الوصفه دي، طبعا يعني كل الناس عارفه ان الحجاب الحاجز هو العضله اللي بتفصل الصدر عن البطن وليه قبتين والعاليه فيهم هي اليمين، كلام فاهم. المهم اوريجين وانسيرشن ودايفرام. اوريجين ده حاجه عظيمه خالص. انت لما تحب تطلع دايفرام فكر ازاي انك تطلعها. والله انت عايز تفصل صدر عن بطن، يبقى لازم يكون في اخر الصدر واول البطن. ايه اخر الصدر واول البطن؟ اخر الصدر اقطع حته في صدرنا زي فوي بروسيس، يليها بروستال مارجن، يليه فرتبرا كمان ورا، يبقى هو لازم يكون ترنال اورجن قدام وفرتبرا اورجن ورا وكروستال اورجن في اليمين في الشمال. احنا مقصرين دلوقتي عشان نشوف المطالع من هنا او طالع على الواقف اهو. واللي يطلع من الاسترنال يروح لورا، واللي يطلع من الفرتبرا الدولار يروح لقدام، واللي يطلع من كوستال مارجن اليمين يروح شمال، واللي يطلع من كوستال مارجن الشمال يروح يمين، ويتقابلوا كلهم في وضع فضي تحت القلب. يبقوا عاملين زي هنديل البحر. قبة حمراء من كل الجهات بتتقابل في وضع فضي في اعلى مكان، اعلى مكان ده ان شاء الله هيبقى تي 8 تي 8 اللي فيه فتحة الانفيريور من الجيبة إلى الصدر. تعالوا بقى نشوفهم واحدة واحدة كده يا شباب. هنشرح مين الأول؟ بصوا كده، ده انا بتفرج على الافلام من تحت. اللي متلون بالاحمر سترنال اورجن، واللي متلون بالازرق كوستال اورجن، واللي متلون بني فيرتيبرال اورجن. سترنال اورجن طالع منين طبعا؟ زيفويد بروسس. انهي حته زيفويد بروسس؟ الصفحه امامي ولا خلفي؟ احنا عايزين نفصل صدر عن بطن من ورا. يبقى بستيريور سيرفيس باك اوف زيفويد بروسس، مفصلتين لحم تو سليبس، واحده رايت واحده ليفت. ادي سترنال اورجن. كوستال اورجن بقى يطلع منين؟ انر سيرفيس سكوف كام كوستال كارتلج وريك. السنه اللي فاتت عرفنا لكم ان الريبس نوعين، حقيقي وكاذب، ترو وفولس. امتى يكون ترو؟ لو بيقفل القفص الصدري مع الاسترنا، لو شغله قاصر على منطقه القفص الصدري هارت، هارت نهايته مع الهارت. انما لو غديت عشان احط حاجه في البطن ابقى مش بتاع صدر رسمي، يبقى اسمك ضلع بس كذاب، ما بتحميش اعضاء الصدر، بتحمي اعضاء الفم. دول كان اسمهم ايه الفورس ريبس؟ 7 8 9 11 12 اللي هم في اليمين بيحكم كده والكليه اليمين، وفي الشمال بيحكم كده والكليه الشمال والمعده. لا، في هدف ثاني بقى. ايه هو؟ انشاء عضله الحجاب الحاجز، وهي عضله بطن مش عضله صدر، وبرضه كذابين في دي كمان. بيطلع منين؟ انر سيرفيسز او فورس ريبس اند زين كوستال كارد. اللي هم مين الفورس ريبس؟ من السبع متنازل بقى اللي هم اللور 6 ريبس والكوستال كارتلج بتوعهم. بس في حاجه، مش هم دول اللي في اول المحاضره كانوا بيطلعوا ترانسفيرسس ابدومينس برضه؟ هم هم الفورس ريبس بيطلعوا ترانسفيرسس، بيطلعوا دايفرام. ازاي؟ شوف الصوره اللي جايه دي، باينه؟ شايف؟ ترانسفيرسس بتطلع بالعرض من نفس الضلوع، والدايفرام بيطلع من الدكتور من نفس الضلوع. على كده كده نقول انتر ديجيتيتنج ويز ترانسفيرس، بيعشق ترانسفيرس. صباع الدايفرام بيطلع على الواقع، صباع الترانسفيرس بيطلع بالعرض ويدخلوا بعض زي الباسكتس الخوف دي اللي بيعملوها زينه دي او الكوره دي زي كده. انتر ديجيتيتنج ويز اورجن ترانسفيرس ابدومينيس ماسك. وفي الانتر ديجيتيشنز هيبقى في فجوات تعدي اعصاب من الصدر للبطن اللي هم من 7 متنازل بقى 7 8 9 10 11 12 اللي بيغذوا عضلات البطن، يهربوا ما بين الدايفراماتيك اورجن والترانسفيرسس اورجن بين الاثنين. تمام يا شباب؟ تعالوا بقى للمهم الاهم خالص اللي هو ايه؟ فيرتيبرال اورجن اوف دايفرام، اهم اورجن في الدايفرام على الاطلاق، اقوى اورجن في الدايفرام. بيطلع كما يلي عمودين لحم، واحد كبير واحد صغير، رايت وليفت كراست من جنب الرولا. الرايت كراست بيطلع منين؟ انترولاترال اسبكت اوف 1 2 3 لمبر برتيكلي، ابر 3 لمبر برتيكلي. انما ليفت انترولاترال اسبكت اوف ابر 2 2
بعد كده ده جنب ولاد ميديا ولاد فلاد ارك ويت ليجند دول لمين؟ هنشوف دلوقتي ده انهي كلاس؟ ده طبعا من الاول 3 نمبر بالتبل وده انهي كلاس؟ من الاول 2 نمبر بالتبل في بينهم رباط فضي قوي ميديا عشان نص الجسم ارك ويت ليجند سالت الشباب عليك نشرتها قبل كده هو ده معمول ليه؟ علشان لو تعرف هنا خلت قروره لحم في لحم كانوا هما بينتقلوا وقت الانسبيريشن في عصر الاورطه في العمود الفقري فالدم ما يعديش لنص الجسم التحتاني خالص لما هو لما يعمل دبله نحاس كده ويطلع منها الحجاب الحاجز ينزل ويطلع لحد الدبله ويقف فما يحصلش كومبريشن اورطه يعني الميديا اورطه تلاقي الهدف الرئيسي حمايه الاورطه اللي معدي وراها اثناء السنتر ديافرام في كل انسبيريشن طيب ميديا الاركويت ليجند هيجي منين اللي فين؟ من الكورسبوندنج كراس يعني يمين او شمال الى التف بتاع الكونفيرس كروس اللي واقع برضه ده معمول عشان يحمي مين؟ يمكن انتوا شفتوها من شويه صوره من الصور ايوه اهي الميديا الاركويت ليجند لحمايه السمباثيتك تشين وهي بتعدي تحت الدايفرام من الكومبريشن وقت النزول. طب ولازم الاركويت ليجند يبدا من التيب بتاع الترانسفيرس كروس ال1 وينتهي في اللاست ريت. وده برضه معمول لحمايه مين؟ سارس النيرف وبريسكس وهم اللي يدخلوا البار هيحصل لهم كومبريشن لو الدايفرام دي كونتراكت. فيبقى الاربطه بتحمي كام حاجه؟ الميديا الاركويت لحمايه الاورطه اثناء كونتراكشن اوف دايفرام. والميديا الاركويت لحمايه سمباثيتك تشين اثناء كونتراكشن اوف دايفرام واللاترال اركويت لحمايه سبكوستال نيرف اثناء كونتراكشن اوف دايفرام. نمبر ارتس دول الارشس بتوع سواس ميجو ماليش دعوه بيهم. الارشس اللي عندها عضله سواس ميجو غير تحت نمبر ارتس. خلاص يا شباب؟ حد عنده مشكله في الفيرتيبرا لوجي؟ في حاجه مهمه بقى نرجع لصورنا تاني كده. طبعا واضح هنا يا اولاد ها ده انهي كراس؟ طويل التخين ده رايت وده ليفت كراس قبل ما ندخل في الانسيرشن الرايت كراس اتخن واطول من الليفت كراس ليه؟ الدايفرام وقت الكونتراكشن بينزل ولا يطلع؟ بينزل الاوريجن تحت والانسيرشن فوق عند تي 8 يبقى هينزل الاوريجن تحت والانسيرشن فوق هينزل لتحت وهو نازل هيدوس على كل اعضاء البطن اللي تحت طبعا لما هيجي يدوس يمين هيلاقي تحته ليفر ما يدوسش شمال هيلاقي واحد غلبان كده عشرة مقاس سبلين وجنبه معده فاضيه ولا حاجه يبقى مين اللي هيعاني وهو بينزل؟ رايت كراس يبقى يقولوا رايت كراس از لونجر اند سترونجر تو اوفر كام ريزيستنس اوف ذا ليفر ديورنج ديسنت اوف دايفرام عشان يغلب مقاومه الليفر اثناء نزول الحجاب الحاجز. في حاجتين مهمين ليه بقى؟ بصوا بقى شايفين فتحة المريء وهي رايحة للمعدة؟ فتحة المريء متجهة للمعدة أهي. هيبصوا يلاقوا إيه؟ هي الفتحة دي على الشمال بالبوصة بس يعني ابعد 2 سم عن نص الجسم هتلاقي فتحة الأصول جت في الشمال. وهي مقربة شوية من الميد لاين بس يعني هي على الشمال. المهم نبص نلاقي شوية ألياف بتسيب الرايت بلس تعدي الميد لاين وتحول الأصول جت وترجع للرايت بلس تاني. شايفين؟ دول اللي هم اسمهم في الفيزيولوجي لوفر أوستيجيال سفنكتر. ال اي اس طبعا الاسوفيجاس في فوق واحده حقيقيه اسمها ابر اوسفيجال سفنكتر انما بتاعك ما فيهوش يعني مش متخلق له من السيركولار ماسل لير سفنكتر تحت خلقه فوق اهي دي حاجه ايه سفنكتر خارجيه بيقولوا عليها فيزيولوجيكال سفنكتر مش ترو اناتوميكال سفنكتر ده اللي عاملها رايت كلاس او دايفرام دي معموله ليه؟ وقت ما هيكون الدايفرام بينزل هيدوس على المعده هترجع كل الاكل اللي فيها في المريء يبقى الواحد عنده ميل للقيء مع كل نفس. لا وقت ما هيكون هو بينزل هيكون الكرباج ده اهو بيقفل الاوسوفيجاس عشان الاكل اللي في المعده ما يطلعش. يعني اثناء الكونتراكشن والدايفرام هيكون الرايت بس بيخنق الاوسوفيجاس في نفس اللحظه. ففي اللحظه اللي فيها الدايفرام بينزل والضغط بيزيد بيكون الاوسوفيجاس بيتكلمش في الرايت بلس. اللي هو البنش لايك اكشن. تمام كده؟ السؤال طب وليه ربنا يجيبه من الرايت بلس ما ليفت
الجاليه من الليفت كلاس. في حاجه كمان بقى بس يعني احنا مش مكملينها. عارفين شويه الايام دي لو كملت هتروح فين؟ انا قلتها لكم قبل كده وتقريبا حطيتها لكم تاني يعني او تاني سهل وفي قديمه شويه. سسبنس في ليجامنت اكسيودينم ليجامنتوم تريكس هتشوفوا دلوقتي. يعني اللحظة اللي بينزل فيها الدايفرام بيحصل ثلاث حاجات
ليه طبعا؟ او اثناء الانسبيريشن الدفران بينزل والسنترال تندر بتاعه بيتمط، فتحه الانفيرولا كده بتوسع، الضغط اللي تحتها بيزيد والضغط اللي فوقها بيقل. براشنج اجينست جرافيتي، الدم هيجي من الضغط العالي للواطي عكس الجذب. تمام؟ ده اللي هو سيركيلاتري اكشن اوف دايفرام، ده نفسه سيركيلاتري اكشن اوف دايفرام. ما انا هدخل الاول، احنا كده خلاص هقول في الانسيرشن، قبل ما اقول الفتحات هقول الاكشن اوف دايفرام. ايه بقى الاكشن اوف دايفرام؟ نمرة واحد ريسبيراتوري فانكشن. ايه ريسبيراتوري فانكشن؟ It is the principal muscle of inspiration. ازاي؟ Descent of diaphragm هيترتب عليه increased vertical diameter of thorax. فده هيخلي الهواء يدخل للثورax والنيجاتيف بريشر هيسحب الهواء من الثورax. فالدايفرام مين muscle of inspiration؟ مين muscle of inspiration؟ طيب circulatory action اللي انت لسه قايله during descent of diaphragm stretch of the central tendon widens بينجيب الاوبننج وانكريز انترا ابدومينال بريشر وديكريز انترا ثوراسيك بريشر هيلبنج فينس ريتيرن اجينست جرافيتي. سفنكتريك اكشن، فين السفنكتريك اكشن؟ رايت كلاس اوف دايفرام بيعمل فيسيولوجيكال سفنكتر للور اند اوف اوسوفي جاس بريفنتنج ريجيرج اوف جاستريك كونتنتس انتو اوسوفي جاس ديورينج ديسنت اوف دايفرام. اخر اكشن اكسبالسيف اكشن. يعني ايه اكسبالسيف؟ طبعا الدايفرام قافل البطن من فوق ان شاء الله في عضله في البلد اسمها الهيترو هينار بيلدنج دايفرام قافله من تحت، لو الاثنين قربوا من بعض يبقى الضغط في البطن شكله ايه؟ جدا. وفي فتحات في الدايفرام من فوق وفي فتحات في الهيترو هينار من تحت. الدايفرام في فتحه ايه طبعا؟ في المريء. لو الدايفرام انطبق بعنف هيغلب قوه الاسفنكتر دي ومحتويات المعده هتطلع في الايه؟ اي واحد رجع قبل كده شاف عضلات بطن بتعمل ازاي والضغط بينزل قد ايه في الليل نفسه، يعني ده اكسبالشن طرد محتويات المعده فوميتنج. طيب لو واحد خد نفس جامد قوي ما ريحته هوا وراح الضغط منقبض مره واحده هيجرى ايه وهو بيخبط الرئه من تحت لفوق بعنف؟ كل الهواء ده هيطلع يكح هيقع عطس كافينج سنيزنج، ده اكسبالسيف اكشن. كل الناس في الكحه والعطس لازم الاول تاخد شيء قوي جدا وبعد كده الدايفرام يطلع فجأة من تحت لفوق فيعمل الكحة أو العصا اللي بتحصل كافي سنيز كحة والعصا. طب تحت إيه التلات فتحات اللي تحت؟ هتعرف فتحة مجرى الفول موجودة قدام وفتحة الشرج موجودة ورا وفي الفيميل فتحة البازيلا في النص. فالدايفرام لما ينطبق يعصر المثانة البولية على اليسرى يفضي فترات البول في ميكتيوريشن، ولما يعصر الريكتام وتحته لقينا الكلام ديفيكيشن، ولو كان الرحم فيه جليد وعايز يطلع والدايفرام عمال ينزل 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 بارت يوريش ليبر ولا يبقى ايه اربع اكشنز بتوع الدايفرام؟ ريسبيراتوري فانكشن في الانسبيريشن، سيركلاري فانكشن دي ناس بتبنى اجينست جرافيتي، سفنكتريك فانكشن الرايت راس على الاسوفيكس، اكسبانسيف فانكشن انكريزنج انترا ابدومينال بريشر فور فوميتنج كابينج سنيزنج ميكتريشن ديفيكيشن ليبر. هقول بس الميجور اوبننجز ونسيب الماينور المره الجايه اقفل معاها. الثلاث ميجور اوبننجز اهم يا شباب. بينكيبال اوبننج، اوسبيديال اوبننج، اورتيك اوبننج. عايزين الفرتبرال ليفلز. هيبقوا انا حاطط الصوره ده حسيت دلوقتي اهو. فتحه الانفيريور بينكيبال قصاد تي 8 وفتحه الاوسوفيجاس قصاد تي 10 وفتحه الاورطه قصاد تي 12. طبعا ليه فتحه الانفيرو بنكيب عن تي 8؟ اقصى ارتفاع للحجاب الحاجز تامل ثلاثيك فيرتبرا. السنه اللي فاتت كان بيقولوا ما حدش يدخل الانتركوستال سبيس بعد السبعه بابره، لان اللي هيدخل بعد السبعه هيخرج من الدايفرام هيخلي الابره تثبط الدايفرام. احنا كنا السنه اللي فاتت بنعمل لكم درينج في البلورال كافيتي من اي حاجه دم وميه صديد غيره بابره في الميد اكسلري لاين سابع الانتركوستال سبيس. اشمعنى يعني سابع؟ ما احسن واحد هيبقى رعاش. لا ما تقدرش تنزل قوي لان الدايفرام من اول 8 موجود. لو ما حدش ينسى دي اقصى ارتفاع على عضله الحجاب الحاجز دي 8 اهي اللي بعد فيها ايه؟ انفيريور فينا كيف. طب الفتحه بتاعت
inferior than him. معدينا inferior than him as ده. Right, serenic, nerve. مين معاهم؟ مش مرسومين. في اوعيه لمفاويه بتيجي من الليفر تعدي الفتحه دي وتفتح على الميدياستاينال ليمف نوتس اللي في البوستيريور ميدياستاين. عارفين دي السنه اللي فاتت كانت مرتبطه بايه؟ كانسر بريست. كانسر بريست ممكن يبعت ميتاستاسيس للليفر والعكس صحيح. كانسر ليفر يبعت ميتاستاسيس للبريست. الوصفه هي دي. الاوعيه الليمفاويه للكبد مرتبطه بالاوعيه الليمفاويه في الثوراكس والبريست عبر الفتحه الانفيريور لينا كيف؟ فسرطان الكبد بعض الخلايا السرطانيه تطلع في الاوعيه الليمفاويه ديت تدخل البوستيريور ميدياستاينا والبوستيريور ميدياستاينا فاتحه على الليمفاتكس اوف بريست والليمفاتكس بريست فاتحين على الاكسيلري ليمف نودز فممكن السرطان تبقى بدايته ليفر يوصل للاكسيلري ليمف نودز بالطريق ده والعكس. تمام يا شباب؟ طب يلا فتحه الاوستوتيكس طبعا مين جه عليها؟ هو الاوستوتيكس وبيعدي معاه توتي جاي بس ما بيبقوش توتي جاي وهم معاه يبقى الانتيريور جاستريك قدامه والبوستيريور جاستريك وراه زي ما شفتهم قبل كده. وطبعا الانتيريور جاستريك ده زمان كان الليفت بيجس والبوستيريور جاستريك كان رايت بيجس قبل المعده ما تلفش في الاسبوع الخامس في الاجنه. طيب فتحه الاورطه مين يعديها طبعا؟ ما فيش غير ابدومينال اورطه ده اهم حاجه بعد كده في حاجتين رفيعين على اليمين في سرعه بقى يبقى بعد كده هتلاقي الازايدوس بين الازرق على اليمين وبينهم حاجه خضراء ثوراسيك ضغط. يبقى الثلاث فتحات كبيره الليفلز بتاعتها كام؟ من فيرنا كده 8 وصولي جاس 10 اورطه 12. نختم بايه بقى؟ الليفلز بتاعتهم بالعرض ماشيه ازاي؟ مش بالطول مش مع الفرتيبري لا بالعرض. مين في الميد لاين ومين على اليمين بوصه ومين على الشمال بوصه؟ الليفل في الميد لاين ابدومينال اورطه تحت الميديان ارك ليجر ده يبقى يتقال واللي بيجي على اليمين انفيرو بلاكيبا 1 انش تو ذا رايت اوف ذا ميديان بلين في السنترال تندون اوف دايفرام تتقال الاوزوبيس 1 انش تو ذا ليفت ذا رايت كراس اوف دايفرام ازاي تو ذا ليفت وذا رايت كراس هو الرايت كراس اللي بيروح يعكسه على الشمال ويرجع مكانه تاني يبقى ايه ثلاثه ليفلز اورطا ميد لاين ولا ميديان ارك ليجر ميد لاين انفيرو بلاكيبا 1 انش تو ذا رايت وصوبي جاس 1 انش تو ذا ليفت بس انفيرو بلاكيبا في السنترال تندون اوف دايفرام